ليش انت لما يكون لك انصار بمئات الالاف جماعه قاموا بمؤتمر في اندونيسيا حضروا 120 الف مسلم يدعون الى اقامه دوله الاسلام قال عنهم واحد الخبرات الاردني انهم جماعه خليله هذول مش اتباع ولا انصار نسال الله النصر لهذه الامه جزاكم الله لا إله إلا
بس تحط باش الطاولة تكبر. كبرت.